بسم الله الرحمن الرحيم. أيها النظار الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بحال اللي كتشوفوا الآن، حنا متواجدين في عين صفا، وخاصة بالكهف، واحد المنطقة أي واحد الكهف اللي هو موجود في هذه المنطقة. هذه المنطقة هي منطقة سياحية وجميلة وجميلة جدا، ولكن مع الأسف كتنقصها شوية العناية من طرف الناس المسؤولين في هذه المنطقة. هذه واحد المغارة كتسمى بالكهف، بحال اللي كتشوفوا هنا كيمنعوا الاستحمام. هذه واحد المغاره اللي كتسمى بالكهف، اللي هي معروفه عند الناس ديال المنطقه الشرقيه ومعروفه في كل مكان. هذه مغاره كيجيوها الناس باش كيتبركوا بها، لان كاين بعض العادات والتقاليد وبعض المعتقدات كيعتقدوا ان هذه المغاره هنا فيها الماء، واللي يغسل بهذا الماء ما يبقى عنده لا سحر لا ثقاف ولا غير ذلك. كما كنشوفوا الان معنا هنا الحارس ديال المغاره. السلام عليكم. بارك الله عليكم. ممكن تهبط هنا لتحت؟ بسم الله. اولي قلت باش ما تطفش. هاي غادي نشدوا لك، ها هو سي تريبيا، ها هو الضو شعل، صافي بركات مزيان. تقدر تعطينا الاسم الكريم؟ جبري الحسن. جبري الحسن. تخدم الجامعه على عين صفا. بعين صفا هنا بالمنطقه الشرقيه. نعم سيدي. سي حسن، بغيناك تهضر لنا على هذا الشيء اللي كنشوفوه هنا في هذه المنطقه. نعم سيدي. بالاخص في هذا الكهف، شنو كيوقع فيه؟ علاش كيزوروه العيالات بزاف؟ شنو هي الاسباب؟ سيدي السلام عليكم اولا. هذه منطقه رائعه جميله جدا، وهذه المغارات الكهف كيزورها الناس على اساس، زيد شويه هكا ولدي، على اساس يزورها. عندهم واحد التقاليد، النساء اللي يبغيو يتزوجوا، النساء اللي ما عندهمش الظنايا، الزهار اللي ما عندهمش الظنايا، ما عندهمش الظنايا، يقول لك اسيدي راني جبت هنا عروستي ولا كذا، وراها لا غير وقف غير تما، شد في هذا ولدي، تسمح لي واحد الثقه. اذا دابا غادي نحاولوا باش دائما نشدوا البروجيكتور هكذا، صافي سي بون مزيان. شد هكذا. اييه. وكاين اللي تقول لك انا جبت عروستي هنا وربي عطاها الظنايا، كاين اللي تقول لك انا جبت، يعني الظنايا هي الدراري، يعني ولدت الدراري. كاين اللي تقول لك انا جبت هنا بنتي وتزوجت، ولكن الله اعلم. يعني هذه عادات وتقاليد واللي كيعملوا بها الناس. نعم سيدي. وهاد الناس اللي كيجيو، واش كيجيو من المنطقه ولا جو من المغرب ولا من كيجيو؟ من كل جهه، كاين يجيو من الرباط، الدار البيضاء، مراكش، العيون، وجده، من كل جهه يجيو هنا يزوروا هذا الاخر، وبالاخص بحال العطل نتاع البز، بحال وكيجيو حتى حتى الجاليه المغربيه كتجي هنا بزاف. نعم سيدي. اذا بغيناك تقول لنا شنو كيديروا؟ اذا هذا الماء. الماء يدوشوا هنا سيدي. كيجيو يدوشوا. كانوا بكري يدوشوا، كنا نديروا ساعة للعيالات وساعة للرجال. وساعة للرجال. أييه هادو هنا الماء. الماء سيدي. نعم. هذا الماء هنايا تبارك الله، هذا الشيء كبير. ولكن اليوم راه الماء صالح للشرب، اليوم دايرين واحد الجدرام هنا للواحد. أييه. ولكن غير الناس غير تدخل تزور. تدخل تزور. أييه. راه دايرين واحد الجنبومبات هنا وعاطين للسكان يشربوا به. أه كيشربوا به من هنايا. نعم سيدي. إذا شفنا هاد الحويجات هذا هنا مثلا. هنا سيدي العيالات. هذه جاو هذا هنا شي فرانه ولا شي. كيخليو هاد الحويجات ديالهم هنا. البوندات يهداو ذاك الشين تاع اللباسات لتحت. يعني اللباس لتحت ديال اللحم كيخليوه هنا. كيخليوه هنا. بعد ما كيتشلوا بهذا البيدو هذا، حاجة بسيطة. هاد الغرب دايرين للشريب، وهذاك البيدو دايرين يغسل، اللي بغى يغسل به يغسل به. يهز منه الماء ويطلع الفوق ويغسل. إذا كيهز من هنا الماء وكيطلع الفوق غسل، لأن باش ديك العادات ديالهم ما يمكنش تمنعوهم. جاو من الرباط أو من الدار البيضاء وتقول لهم ما يمكنش نعطيوك شي الماء تغسلش. مرحبا أي زاير يجي يغسل. مرحبا به. مرحبا بالجميع. الله يودي. إذا نقدروا نشوفوا هنايا. الله يودي سيدي. تفضل مرحبا. أي نشوفوا هنا هذا هذا المنطقة هنا، شفنا هنا باللي كاين حويجات هنايا. هنايا كسوة سيدي. أي كاين كسوة هنا. كاين هنا كسوة. يعني اللي بغات تزوج تجي تغسل وتقلع الكسوه ديالها تخليها وتلبس كسوه جديده وتجي خارجه. نعم اسيدي. كتخرج جديده، ما يبقى لا سحر لا تخاف لهم يحزنون. والله الله يجعل كل يوفق كل واحد. امين امين. اللي ولا ما نعملوا بالنيات. الله يودي، اللي جات شي حاجه الله يقدرها من 10. امين. اذا شنو غادي تقول الناس اللي غادي يشوفونا ان شاء الله؟ شنو غادي تقول لهم على هذه المنطقه؟ ممكن دور الضو لهيه، هاك لا في وجهك الضو يشوف هاك مزيان مزيان. شنو غادي تقول لهم؟ اللي جا سيدي مرحبا به. المنطقة عين صفا، منطقة صفر والكاف، هي راه واحد المنطقة رائعة جدا، وفيها الخضر لا من البطاطا ولا من البصلة ولا من الثوم، الفول، الجلبان، النعناع، أي حاجة كاينة موجودة هنايا. كلها طبيعية غير بالخضار، ما كاين لا انكري لا والو، كلشي ناتو. لا
اييه اسيدي نتمنى لكم النجاح والتوفيق ودابا مرحبا به الله يبارك فيكم مرحبا بكم العنصفه الله يعطيك الخير مرحبا بكم العنصفه ومتى كتصفروا اذا غادي ديروا لهم شويه الضوء في الفوق نشوفوا البلافون كيف داير نشوفوا تبارك الله هاك تشوفوا المناظر خلابه وجميله كاين اطفال شيوخ شباب كلهم كيجيو هنا كيزوروا هذه المنطقه بحال اللي كتشوفوا هنا هذه مغاره عندها سنين وسنين وسنين وكاين بعض الناس كيقولوا انهم هذه المغاره هذه دايره في البلافون اييه هانا نشوفوا لي بلافون ديالها كيفاش داير دابا تقدر تهودنا شويه الضو نشوفوا هذه الجهه ديال الماء كيقولوا ان هذه المغاره هذه بحال اللي كتشوفوا كتخرج لزقزل يعني تقريبا 21 كيلومتر وكاين بعض الناس كيقولوا ان فوق الاستعمار كانوا يستعملوها المجاهدين ما بين المغرب والجزائر يعني هذه كانت كيتمول الجهات فوق يعني الثوره ديال الجزائر كانوا من هنا كيخرجوا تحت الارض حتى الجزائر باش كيعاونوهم بالسلاح والمعدات الى اخره وهذه مجرد احاديث وكلام كيحكيوها الناس ديال المنطقه كيف ما كان الحال انتم كتشوفوا هذه هي المغاره والكهف ديال عنصفه كهف جميل ومناظر خلابه تستحق باش تجيو تزوروها وتشوفوها اسيدي تبارك الله عليكم وشكرا شكرا اللقاء شكرا والله يجعل ملاقاتنا